معاكم الدكتور محمد أنور، والنهاردة هنتكلم على التروماتيك بريكاردايتس. الديفينيشن، التعريف بتاعنا بتاع التروماتيك بريكاردايتس، هو عبارة عن انفلاميشن في البريكارديال ساك. طيب نتيجة ايه؟ نتيجة بنتريتنج شارب فورين بودي داخل عندك في البريكارديال ساك، عامل لك انفلاميشن زي مسمار زي سلك. طيب بتتميز عندنا بايه؟ بتتميز عندنا بيه ان الحيوان بيبقى قاطع اكل خالص، اناروكسيا، بيبقى فيفر، بيبقى في عندنا شارب ديكريس في الملك برودكشن، الحيوان بيتنيه واقف فتره، بعد كده بيحصل له ريكمبانسي. طب الحاله طبعا حاله مميته لو ما شخصتش سريعا. طيب السبب عندنا الاتيولوجي بتاعنا. طيب بيحصل عندنا نتيجة ايه؟ قلنا بيحصل عندنا نتيجة ان البريكارديوم بيحصل لها بنتريتنج باي فورين بادي. طيب الفورين بادي ده بيجي عندك منين؟ الفورين بادي بيجي عندك نتيجة حاجة بنسميها التروماتيك ريتيكولايتس، ودي اللي احنا شرحناها في الدايجستيف سيستم، ان في عندك فورين بادي بيخش عندك الريتيكولم، يبدأ يخترق عندك جدار الريتيكولم، بعد كده يخترق عندك الديافرام، يبدأ يخش عندك في البريكارديوم، فيحصل عندك تروماتيك بريكاردايتس، او ممكن سيكولي تروماتيك ريتيكلوبروتونايتس، اخترق عندك البروتونيوم ودخل عندك بعد كده فين؟ في البريكارديوم. يبقى هو عموما من الاخر كده هو سيكولي للتروماتيك ريتيكولايتس. يعني لو مشخصتش الحاله في التروماتيك ريتيكولايتس صح، هبص الاقي الحاله بتتحول معايا لتروماتيك بيريكارديتس، والحاله بتكون في الهوبليس كيس. بعد كده عندنا السيمتومز. اول حاجه بتبان عندنا الحيوان، في عندنا طبعا الفيفر، في عندنا الاروكزيا، في عندنا ما انكريس في البلس ريت، انكريس في الريسبيراتوري ريت، طبعا ده نتيجة الفيفر. ما فيش عندك لبن خالص في الحيوان، تبص لها لو الحيوان بيجيب 10 كيلو ولا بتاع، ما تلاقيش حتى نص كيلو ربع كيلو، ما تلاقيش خالص. تبص لها الحيوان فاتح رجليه من قدام، ابدكشن فور ليمب، فارتهم كده نتيجة البين الموجود في المنطقة بتاعت الهارت. الانيمال لما بيجي يتحرك عندك زي الصورة اللي فوق عندنا، تبص لها الحيوان بيمشي كيرفولي، خايف بحذر نتيجة الشكة ونتيجة البين الموجود عندك. لما الحيوان بيبقى واقف، تبص تلاقيه عامل عندك طاقة للابدومين، شادد بطنه، وعامل عندك ارشنج للباك، وضامم الاربع رجول على بعض كده، مش عايز يتحرك نتيجة البين. الحيوان لما يجي يرقد او يقوم، بص تلاقي فيه كيرفول قوي، ومعظم الاحوال تبص لها الحيوان واقف على طول ما بيرقدش. دي من الاعراض اللي بتميز التروماتيك بيرك. بعد كده لما الحاله بتسوء شويه معانا، او ان الحاله مثلا بتبدا تخش معايا بقى في الليت ستيج شويه، نبدا نبص نلاقي في عندنا الجاجولار فين بالسيشن. ابص الاقي الحيوان في الطبيعي في الجاجولار فارو، او في الفراغ اللي موجود فيه الجاجولار، المفروض ان الجاجولار فين ما يبقاش باين. طب تعال نبص للصور بتاعتنا دي، هنبص نلاقي عندنا الجاجولار فين عامل زي الحبل، كورد لايك ابيرنس، باين قوي، وابص الاقي في بالسيشن في الثلاث صور، باين جدا في الحيوان. طيب في عندنا الفينوس بريجر. الفينوس بريجر يعني لو انا جيت اركب سن في الوريد، هبص الاقي الدم بيطلع معايا بغزاره، مش بينقط كده بس، لا ده بيطلع بغزاره، حتى لما اجي احقن الدواء ابص الاقي فيه شويه ريزيستنس معايا. طيب اكد معايا، ابص كمان، ابص على الفينز الموجوده عندي في الكونجنكتيف، الاقيها كونجستد وباينه جدا، تمام، ده بيحصل عندنا نتيجه الفيفر والفينوس ريتنشن. بعد كده الحيوان يبدا يرقد عندك، وساعات ما بيبقاش عايز يقوم، وبعض الحالات ممكن نلاقي في عندنا ميوكوبيريولانت نيزال ديسشارج. هنا بعض الصور كده اللي بتبين لك يعني ايه مراحل التروماتيك بيريكارديتس. هنا في الصوره الايه، هنبص لها الحيوان ارشد للباك، وما فيش عندنا لبن، وجايب الاربع رجول قريبين من بعض، وعندنا الفورورد الفور ليمب بعيدهم عن بعض نتيجه البين. في الصوره بي الحاله برضك باينه، يعني ان الحيوان واقف في بين في الحيوان، فارد رجليه اللي قدام خالص، وعامل تجد الابدومين نتيجه البين. هنا في الصوره سي باينه خالص ان هو عامل باعد رجليه الاتنين اللي قدام خالص نتيجة البين. في الصورة دي بقى يبدأ في عندنا الأوديما، الاسترنال أوديما في البريسكت بتاعت، أو الحتة الإيبكس بتاعت الهارت، وفي عندنا الجاجولار فين باين معانا خالص، ودي بتبقى في الليت ستيج خالص. طيب عشان أتأكد بقى، عشان أتأكد إن دي تروماتيك بيريكارديتس، لازم إن أنا أعمل أوسكالتيشن للهارت. طيب في التروماتيك بيريكارديتس في عندنا أربع مراحل ليها.
في الاوسكالتيشن. اول مرحله بيبقى في عندنا الفريكشنال ساوند. الفريكشنال ساوند ده بيحصل عندنا نتيجه الانفلاميشن، نتيجه الانفلاميشن بتاع الدبل لاير بتاعه البريكارديوم يبدا يديني فريكشنال ساوند نتيجه الهايبريميا والانفلاميشن الموجوده عندي في اللايرز بتاعه البريكارديوم. طيب تاني ستيج بيحصل عندنا ايه بقى؟ نتيجه الانفلاميشن بيبدا الانفلاماتوري اكزيوديت بتاع البريكارديوم يبدا يبقى موجود حوالين الهارت، فاسمع عندي ساوند بنسميه دريبلينج ساوند. عامل زي ايه؟ عامل زي اكنك شويه ميه او حد بيلعب فيه شويه ميه، صوت طرقعه ميه كده. طيب الصوت الثالث بقى، الصوت الثالث نتيجه العدوى البكتيريه اللي بتبقى مصحوبه مع المسمار او مصحوبه مع الهارد اوبجكت الموجود عندنا، يبدا يحصل عندنا بكتيريال جروس في الاكزيوديت او الانفيرماتري اكزيوديت. طيب بكتيريال جروس يبدا يطلع عندنا ايه؟ يبدا يطلع عندنا هواء، فيبدا يبان عندنا الساوند كاسبلاشنج ساوند. طيب اخر ستيج خالص، اخر ستيج خالص اكسسيف اكيوميليشن بقى، في عندنا انفلاماتوري اكزيوديت بقى كتير قوي حوالين الهارت، فيبدا يخلي الساوند بتاع الهارت بقى مكتوم، بقى بعيد، بقى مافلد ساوند. يبقى عندنا المراحل الاولانيه فريكشنال ساوند، بعد كده دريبلينج ساوند، بعد كده السبلاشنج ساوند، بعد كده المافلد ساوند. بعد كده عندنا الدياجنوزيس، التشخيص بتاعنا طبعا الهيستوري، ان الحيوان طبعا قلف الاكل مره واحده، الحيوان ما فيش لبن مره واحده، الحيوان مش قادر يمشي. بعد كده في عندنا الكلام كان ساينس، الاعراض اللي احنا قلناها. بعد كده بنعمل عندنا البين تيست. البين تيست ده هو عباره عن ان انت بتعمل استيميوليشن للبين للحيوان بطريقه معينه، فيدل لك ان انت في عندك شارب اوبجكت، وهشرحه دلوقتي. البين تيست، البين تيست هو عبارة عن طريقة لتشخيص التروماتيك ريتيكولايتس والتروماتيك بيريكارديتس. طيب بعمله ازاي؟ بيبقى الحيوان واقف عندي. اول طريقة ممكن اجي على الوزر بتاع الحيوان اللي هو عند الاسكابيولا، وابدأ ان انا اعمل بنشنج، ان انا اشد الجلد بتاع الوزر ده جامد. طيب طريقة تانية ان انا عندي على الاسترنم، الاسترنم ابدا ان انا اعمل بركاشن على الاسترنم لحد ما اوصل لحد الريتيكولوم على الزفوت كارتريجز اللي هي تحت على البطن. تمام، يبقى انا ببدا ان انا اعمل بركاشن عليها او اخبط جامد لحد ما اوصل لحد الرتيكولم او اخر الزفوت كارتل. طيب ممكن اطلع الحيوان لمكان عالي وابدا ان انا انزله من عليه، او ان انا اطلعه على تل وابدا ان انا انزله من عليه، يعني مورد ردم كبير كده اطلع الحيوان عليه وابدا ان انا انزله. المفروض ان هو نازل يبان عند الاعراض اللي احنا هنقولها دلوقتي. في عندنا تيست بيسموه الستيك تيست. الستيك تيست يعني ايه؟ بجيب حته خشبه وابدا ان انا احطها عندي تحت البطن بتاع الحيوان، واخلي اتنين رجاله من الناحيه دي ومن الناحيه دي يجوا رافعين بطنه لفوق خالص، ومره واحده يعملوا ريليس. طبعا مره واحده ده لو في عندي مسمار ولا حاجه هيشك الحيوان، فيبان عند الاعراض اللي انا هقولها. او ان انا ممكن اخلي الحيوان اتني رقبته خالص على الناحيه الشمال اللي هو تيرنينج كلوز تو ليفت سايد سيركل، اخليه يلف مره واحده، يلف مره واحده برضه لو في عندي اي حاجه في بطنه هتتحرك. طيب هتبان الاعراض عندي على الحيوان ازاي؟ هبص الاقي الحيوان طبعا لو انا شكيتك شكه جامده كده هيحصل ايه؟ ديب ريسبيراتوري موفمنت اللي هو اكنك اتخضيت من الوجع. لو انا شكيتك ولا حاجه بتعمل كده، فده نفس اللي بيحصل في الحيوان، ديب ريسبيراتوري موفمنت، مره واحده كأن الحيوان بيشهق منك كده. تاني حاجه تبص لها في عندك جرانتنج ساوند. طيب جرانتنج ساوند يعني صوت انين، تبص لها لبره بتعمل كده معاك. طيب جرانتنج على التيس ان الحيوان يجرش على سنانه. طيب وعايز تتاكد من الحته دي ممكن تخلي صاحب الحاله يحط ايده جوه الماوس ويشوف الحيوان هيتك على ايده ولا لا. طبعا هيتك على ايده، طبعا لما حاجه بتوجع الواحد بيتك على اسنانه بيجس عليها. نفس الحكايه تبص لايه؟ جازز على ايد صاحب الحاله. طبعا بقى الاسهل من ده كله هي الميتال ديتكتور، ان انت بيبقى عندك جهاز كشف معادن بتبدا ان انت تمشيه على بطن الحيوان وتعرف هل الحيوان ده كان بالع مسمار ولا لا. بس المشكله في جهاز كشف المعادن، لو واحد شاري الحاله، لو هو شاريها ما هوش عارف تاريخ الحاله هل متبلع لها مغناطيس قبل كده ولا لا، فبرضك ممكن تديك فولس ريزلت. لو كان الشارب اوبجكت ده نحاس مش هيديك نتيجة، لو الشارب اوبجكت ده عضماية ولا حاجة برضه مش هيديك نتيجة.
بعد كده اللاب دايجنوزيس، لو احنا سحبنا عينه من الحيوان وبدانا ان احنا نحلل فيها، هنبص نلاقي في عندنا ان الدبليو بي سيز والنيتروفيل النسبه بتاعتهم بتزيد جدا، ده دليل ان انت في عندك انفلاميشن وان انت في عندك عدوى موجوده حصلت بسبب المسمار او الشارب اوبجكت اللي جه عندك ده. طيب التريتمنت بتاعتها بقى، التريتمنت بتاعتها هو عباره عن افضل حل هنا هو ان انا بعمل سيرجيكال انترفيرنس، اعمل الرومولوتومي واطلع عندي الفورين بادي. طيب لو الحاله لسه في الاول وكانت تروماتيك روتوكولايتس وانا شخصت كويس والحاله لسه في الاول خالص، ممكن ان انا ابلع مغناطيس ماجنت، اجيب مغناطيس وابدا ان انا ابلع الحاله. في بيبقى عندي مغناطيسات بيطريه تتبلع للحاله بتلقط المسمار ده لو هو لسه في الروتيكولوم. طيب لو العمليه عدت معايا او ان الحيوان ده بريجننت كبير، فبصبر لحد البارتوريشن لو الحاله قدرت تستحمل. طيب اعمل ايه بقى؟ بجيب الحيوان عندي بعمل له اموبلايزيشن، بوقفه في مكان ما بحركوش. تاني حاجه بخلي الفور ليمب اعلى من الهاند ليمب، بخلي بنظام الجاذبيه يعني ما اخليش المسمار يخش عندي للقلب عن طريق ان انا بعلي رجليه لقدام واوطي رجليه من ورا، بقلل الاكل اللي الحيوان ياكله، بديله العلف بس مش لازم ادي مواد مالقه، بعمل عندي كنترول الانفكشن او العدوى اللي ممكن تحصل عن طريق ان انا ممكن احقن سلفا ديميدين مثلا، او ادي سلفا ديميدين، ادي اوكسيتراسايكلين انترا بروتونيال، او ممكن ادي بنسلين ستريبتومايسين انترا بروتونيال.